قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أبو إبراهيم هو آزر، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، خلافا لمن ذكر أن أباه غير ما ذكر في القرآن، وخلافا لمن قال وزعم أن هذا هو عمه، هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل نص على ذلك في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فأبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو آزر.